بإمكانكم متابعة النتائج. مضى نحو 5 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات في العراق، والتناحر على السلطة ما زال على أشده بين الأحزاب الفاسدة، في ظل إصرار تلك الأحزاب وأذرعها الميليشياوية على الظفر بالحصة الأكبر من الكعكة، عملاً بنظام المحاصصة الذي وضع الاحتلال حجر أساسه منذ 2003. 19 عاماً خلت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، والأحزاب لا زالت تتنافس على تدمير البلاد، فالمحاصصة التي أدت لتهميش وإقصاء الكفاءات والعقول الوطنية أنتجت في المقابل ميليشيات موالية للخارج ساهمت وتساهم في عدم الاستقرار ونشر الفوضى عبر استهداف البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية، فضلاً عن دق إسفين الفرقة بين مكونات الشعب الواحد، حتى باتت ولادة كل حكومة أمراً عسيراً لا يجري بسلاسة دون لقاءات مكوكية برعاية الحرس الثوري وسفارة واشنطن في بغداد. وهذا ما يفسر زيارات سليماني التي سبقت تشكيل الحكومات السابقة والزيارات الحالية لورثه بالإجرام إسماعيل قاآني. صعود التيار الصدري وخسارة الأحزاب الموالية لإيران المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي في الانتخابات الأخيرة عقد المشهد السياسي، في ظل تعنت كلا الطرفين وإصراره على تشكيل الكتلة الأكبر للحفاظ على مكاسبه، حتى وصل الحال إلى استعراض السلاح في الشارع خلال المفاوضات بينهما. إذن هي نتيجة طبيعية لعرف المحاصصة الطائفية الذي أسس لتقسيم مناصب الرئاسات الثلاث بين الأحزاب التي تدعي زورا تمثيل المكونات بعيدا عن مفهوم التكنوقراط. تركة المحاصصة الثقيلة وعدم تولي الكفاءات الوطنية المستقلة انعكس سلبا على حياة المواطن الذي بات أكبر أمانيه تأمين رغيف الخبز وزيت الطعام، في ظل انهيار اقتصادي ينذر بتجدد ثورة تشرين التي كانت في مقدمة أهدافها القضاء على نظام المحاصصة جذرياً.